السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد مليان تشكيلة كبيرة جدا من العبايات، أشيك العبايات الشتوي. عندنا لغاية مقاس 120 كيلو وأكتر من موديل وأكتر من خامة. طبعا المكان بيشحن داخل اسكندرية وخارجها. ما تيجوا بقى نتفرج على الألوان الحلوة المبهجة دي، وممكن نجيبها هدية لست الحبايب طبعا، وفي عروض جامدة وأسعار حلوة هتعجبكم. تعالوا بقى ندخل نتفرج، ما تنسوش اللايك والاشتراك ونبتدي على بركة الله. برنا النهاردة من سينيوريتا كارفور سيوف، احنا هنصور لكم هنا وهنصور لكم هنا كمان، اللي هو 70. تمام، هنشوف ايه العروض الحلوة اللي موجودة. طبعا احنا يا جماعة في كارفور سيوف اسكندرية، تمام، ده شارع مصطفى كامل في سيوف. لو جاية من اي مكان انزلي الساعة هتلاقي مشروع بيودي لغاية هنا، او توك توك اي حاجة. تمام، كارفور سيوف مشهور قوي، بعد بيتك على طول. تمام، يلا ندخل ونشوف العروض ايه. ليكم سلام ورحمه الله وبركاته. عم محمد منور الدنيا. الله يخليكي يا رب، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. اهلا وسهلا. العروض القويه النهارده بقى من 70 وسينيوريتا. ايه دائما أيوة. احنا معودين الزبائن على العروض القويه. الله اكبر. راح نبدا ان شاء الله بالصلاه على النبي بالعرض ال 200. تمام باذن الله، يلا بينا. ايه ده تبعه. الله، حلوه قوي الجلابيه دي. واو، الشياكة دي. هذا الزبده. دي كده الزبده اول حاجه كده ب 200. 200. تمام، حلوه قوي. ديل يا بنات. ثاني موديل. حلوه قوي الزبده ده، الله ينور. ده تمام. ميتين. ده ب 200 جنيه، العرض ده عرض ال 200. تمام. بص الحصان بقى. يا سيدي وش وضهر. وركبنا على الحصان. وركب. بالله. ايوه. ده كمان ب 200. ب 200. تمام. برضو خامه البروش معانا. ده ينفع خروج. ده خروج. بصوا يا بنات ب 200 جنيه. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. زي الفل. ندخل على القطيفة بقى. القطيفة الهادي. الهادي. ب 200. عرض ال 200 جنيه. تمام، زي الفل. المقاس. وان سايز. بيلبس لغاية كام كده؟ ل 90. تمام. أكتر من 90 لا. زي الفل. 90 كيلو. عشان تبقوا عارفين برضه. الوان موجوده وخامات. هلا صاروا 3 خامات مختلفه. ايوه، زبده وبريوش وعندنا هايدي. تمام. البيتين. نفس العرض. ده مثل ما قلت لي. وان سايز تلبيس ل 90 كيلو. تمام. حلو قوي. وشي. انتوا بتسموه فوشي؟ بصوا. بصوا. الله على الجمال. حلو عرق. جميل الفوشي يا حاج ابو محمد. ايوه. شاهين جواز. 100 جنيه. تمام. بص شوفي الفستقي. الفستقي. ايوه يا سيدي، فستقي الحلبي. هذا 200 جنيه الفستق. ايوه ده ب 200. ب 200. وعندنا الحاجات الحلوه دي. بصي واو، بصوا الجمال. حلو حلو. اسود ينفع خروج. زي الفل. ب 200. 200 كله ب 200 جنيه. وان سايز. ايوه مقاس وان سايز ال 200 كيلو يا جماعه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده كده عرض ال 200 ده. لسه طبعا الحاج ابو محمد بيجيب لكم عينات في اشكال كتيره زي ما احنا شايفين، وطبعا في الحاجات الحلوه الملوكي اللي فوق دي. بصوا يا بنات كمان باستي. الشداد ده ولا استي؟ بس الاستي. بصي حلوه قوي، شياكه قوي برده. وزي ما انتم عارفين كل موديل في الوانه بإذن الله. بإذن الله. وإن شاء الله كمان في شحن لأي مكان. بصوا ده. بصي. ده عيش العنكبوت ده ولا إيه؟ الهافان غامي. جميل. فعلا تحفة. إن شاء الله. بتمثل لك أستيك وبيلبس وان سايز كله. وده العرض ال 200 جنيه. النبي. عليه الصلاة والسلام. بالعرض ال 250. يلا بينا. هلا ال 250. بنلاقي المقاسات. حلو. يعني واحد واثنين. تمام. بنلاقي المقاس الاثنين اللي بيلبس ال 120. الله ينور. فيه ومقاس الاثنين اكبر بيجي. تمام. ده موديل. بصوا بقى الجمال بتاعه والتفاصيل. 250 جنيه. ده 250 العرض. تمام. اهو اكبر. ده 200. وبصوا ده في فتحه كده من تحت. ستايل تاني. اهو. وفي شداد اهو. تمام. 250. الصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. 250 جنيه. اخر جمال. اتفضلتي كده. ايوه شدة. زي الفل. طيب 250. في واحد واثنين كمان، الاثنين بيلبس 120. يعني ابو 250 في كل المقاسات. الله، ده شيك قوي قوي بجد. راقي كده. وله حزام. مش اي حد يلبس الموديل ده بجد. 250. 250.
الشغل بقى على كله، على الجناب وعلى الجيوب وعلى الايادي والصدر 250 جنيه. بصوا يا بنات، شوف المقاس ايه ده، ده مقاسه كبير قوي ما شاء الله، بس 120 كيلو، وحتى ايده مريحه كده وحلوه طبعا. بصوا عريض زي الفل، 250 يا بنات، 250 ويا ستات. بصوا يا سيدي، ومقاس حلو، حلوه قوي. ده كل مره ده بيعجبني ده ما شاء الله، حاجه كده وينفع وينفع هديه لمامتك، لحماتك، لجارتك. تهادوا تحبوا يا جماعه، بصوا على مقدرتكم يعني. العيد الام ايوه، طلبك عندي لا احلى 250 اخر جمال. ست الحبايب التحفه، ايوه اخر جمال اهو، تمام زي الفل. 250 بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، برضو 250 ده برضو هايل، برضو 250. بصوا الشياكه بتاعته، اللهم صل على النبي. ايوه 250، شايفين الشغل والجمال والخامه، تمام. الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. ايه بس بقى لون اسود بس الموديل ده اسود بس. ايوه بصي عليه تحفه، والاسود اصلا يعني بصوا الجمال، ملك الالوان. تحفه، ملك الالوان. اللهم صل على النبي. الله يا جماعه 250 يا جماعه. بصي ده كمان كل الالوان هتلاقيها لست الحبايب. المكان هنا بيشحن لاي مكان، لو حضرتك بتشوفينا من بره اسكندريه او جوه اسكندريه مش قادره تيجي، في شحن. ايه ده الموديل ده قمر قوي بجد، قمر شغلي هذا، شغلي شغله شغلنا. بصي بص الله تحفه، بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي ما شاء الله. كله عسل زي مو عنكبوت، عسل عسل خليها بحب الزراير ده حاجه بقى كده، ايه حاجه كده جميله بصراحه، ابن ناس قوي. بصي فعلا ابن عيلي، ابن عيلي 250 تمام في الشغل تبعه. واو بصوا الجمال، 250 جنيه برضو، 250 بس. ايوه عليه الصلاه والسلام. الفوشيا، الفوشيا ده فيه تفاصيل كتير. شايفين الاستراس اللي عليها بنات، ده حاجه يعني ما بيطلعش، ده لولو يدوي ده. ايوه ده 250 بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا الاسود دي كده، بصوا دي، هاتي من دلوقتي بقى ايه هدايا عيد الام زي الفل ان شاء الله. كيس عندنا كمان ستايل تاني، بصوا اخر جمال 250، هتجيبي انتي ليكي ولحماتك ولمامتك لكله. بصوا ده كمان، ده الكم الواسع برضو. شيك قوي ده في اللبس، بصي عليه يا سيدي عليه 250 حاجه زي كده، 250 تمام. قال لي ده تاخد عيد، عيد الهديه لعيد الام لحماتها، ايوه كله هذا بيناسبه تمام. شيء حلو، بصوا ده كمان، لا شويه موديلات عظمه، الله اكبر يعني ما شاء الله زي الفل، تحف خاماتها عاليه وشغل حلو واسعار حلوه. تهري بقى هذا زهر، الخامه جميله قوي كاني ماسكه بطانيه ابدا. بصوا الجمال، نحن حريصين على تدفئه المواطن ماشي يا حاج 250 ايه الزهر بيفك القهر يا سيدي على الجمال والامثله السوريه الحلوه بص الله زي الفل، شيء حلو، و250 جنيه 250 تمام. بس مشان نختصر الوقت عليهم ما يطيش، راح نشوف فيها هندخل بيجامات بقى عندنا ماسه 250 و350، البيجامات 250 و350 تمام زي ما انت عايزه، تشكيله واسعه زي الفل. الشكل ده بكام؟ دريس روش شياكه قوي يا ابو محمد، ده ب 200 الوان والفرنسي الوان روعه، ده الحمد لله فضل من الله ما شاء الله. طيب واللي بده مشجر في مشجر، ده بقى الفرنساوي ده صح؟ شوفي ايوه زي الفل، 200 برضو 200 حلو، تلبس العالم تمام. نبتدي بقى دلوقتي عرض 300 ان شاء الله باذن الله، يلا بينا. اللهم صل على سيدنا عليه الصلاه والسلام، نبدا بالصلاه على النبي بالعرض 300. الله ينور.
بصوا ده كده ب 300 جنيه تمام. تحف تحف ما عندي غير تحف ما شاء الله. بصوا ده كمان 300 برضو. سيدي اخر جمال تمام. اشكال كتير ب 300 كام؟ ب 300 وبس زي الفل. شوفي هالاحمر هذا دم الغزال. واو الدرجه دي حلوه قوي. اه روعه الله ينور. لا لا احمر ولا امبيكي دم الغزال زي الفل. وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام زي الفل. اشكال بقى والوان شايفين الحاجات ياما ازاي ما شاء الله. حلو حلو درس حلو ده. بص ما بسمع الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا كلنا نصلي على سيدنا معي. النبي عليه الصلاه والسلام. بص دي 300 300 كام؟ ب 300 ب 300 حلو قوي جميل. الاسود بقى 300 جنيه ب 300 يا جماعه غامات عالي. وبتنورونا زي الفل. كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. تاخذ لامها لحماتها. ايوه تيجي لعند عمو ابو محمد. تمام. بنات التحف بالكابتشو دي بقى. طبعا في الوان. ايه ده حلوه دي. ايوه بصي على اللبس ما احلاه. ايوه بصوا بقى حاجه عاليه. بصوا الجمال. الكابتشو ده عاجبني قوي ما شاء الله. هو اسود بس يا عم ابو محمد ولا في الوان؟ في الوان منه. بصوا الشياكه في الوانه كتير يعني اهي. الكشمير والاسود البترولي الكحلي الزيتي حلو قوي. ندخل على عرض تاني. يلا بينا. 350 حلو. 350 يا جماعه ده كبشون. واو حلوه قوي دي. مقاساته كده تمام. مقاس خطير واحد. ده مقاس واحد مقاس اثنين بيلبس 320 تمام. والحبه تستعمل الشداد شغال شغال تمام. 350 حلو برضه. ده في منه الوان جميل جدا حلوه قوي ما شاء الله الوانه هادي. ده الشكل ده برضه جميل. السنبوله ده الوان شوفي تلبيسه واسع حلو قوي ورقيق. ده بكم العرض؟ بكام؟ ب 350 زي الفل. بصي دي حلو يا حلو. جميل جميل. نبيتي حتى عشان ما تزعل اللي من ورا. ايوه كله باين اهو حاجات شيك زي الفل. حاجات بقى اللي عليها ترتر موجوده اهي 350 جنيه. قولوا شداد. ايوه تمام. واستراس بقى ده كمان. بصي ده رقيق وحلو جميل صراحه. كل الحاجات ستايل كده حلو قوي ينفع هديه كده جميله وليكي برضو تغيري. ب 350 والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا دي كمان 350 دي الكم الواسع برضو. لا بيسك بيصلي عليه الصلاه والسلام. بصوا دي واو حلوه قوي اخر جمال. ما تخلي حدا يزعل تمام رايح وجاي ما حدا بيزعل. بصوا دي كمان واو تمام. خامات عادي وشغل عادي. ومقاسات وكل حاجة. الله شو شيء حلو. بصوا الجمال. حلو قوي يا جماعة ده. بصي عليه. ورقيق كده. زي الفل. زي ما أنت عايزة. أيوه. ماشي. فلوس موبايل كله شغال. بصوا يا بنات. إيه ده؟ الحته الجديده دي روعه. فكره جديده لونين. ايوه ده برضو له شداد حلو. ده في منه الوان زي الفل. صلاه والسلام. بصي دي جميله 350 جنيه. ده 120 120 كيلو. تمام. لبس تحت اربع زي الفل. ايه ده؟ ايوه معقول معقول. 350 350 جميل قوي. 350 برضه. 350 طبعا الوان وفي مقاس واحد واثنين زي الفل. ده كمان اهو برضه ايه 350 زي الفل.
بس اذا حبيت تحضر عروس او بدها تاخذ لحماتها لامها ولها بثلاثه ثلاثه بألف ثلاثة بألف ماشي. حلو ماشي حلو وتبع 300 برضو الثلاثة تبع 300 900 حبيت تاخذ ثلاثة 850 850 ماشي تكرم عيني جيتي غالي مو سهل تفضلي بقى يلا بينا لسه بقى احنا هنسكت على كده لازم نتفرج على الموديلات الاعلى بقى لسه على رحنا يلا بينا العرايس عرض ب 375 تمام يلا بينا بصوا بنات ده 375 ده ستراس بقى اعلى خامه وشغل عالي زي الفل ده شكل وادي شكل تاني ايوه ده العيار 24 ده ابدا زي الفل الوان ده مقاساته اختي بتيجي من الميديم لارج اكس لارج 2 اكس 2 اكس من الميديم ل 2 اكس ل 2 اكس برضه شوفي دي دي برضو بصوا عليها استراس خفيف كده تمام ومن ورا كمان زي الفل ب 375 نعمل لهم عرض ثاني نعمل هو عرض هذا 375 عرض تمام اذا اخذوا ثلاثه قديش نحسب لهم اياهم؟ وكام؟ نحسب لهم اياهم 1050 1050 لو اخذوا ثلاثه ماشي يلا بينا بصوا يا بنات حلوه قوي دي برضو جميله 300 كلها رقة وشياكة 375 زي الفل 375 يا سيدي على الشياكة لا كله تطريز في الأصفر الكبس وتطريز الأبيض حلوة قوي كلها أفكار حلوة وألوان حلوة وخامات عالية 375 برضو شو فيها الهضان أهو اللون ده حلو قوي لون الشكل لون حلو برضو مثل ما قلت لكم من الميديم ل 2 اكس تمام لسه الموديل اللي جاي ده بصوا يا بنات خطير صدق احلى من كده تحفه دول 375 وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام برضو دي 375 تمام والموديل ده كمان شوفي شياكة تبعها واو ملكي ملكي السي دي كله 375 واذا اخذت ثلاثة 1050 ده حلو قوي ده برضو لونه جميل واو بصوا الشكل شياكة قوي عرقسي قطع حلوة حلو ندخل على حاجة تانية تو السلام في عندي موديلين ب400 يلا بينا يا مسهل بسم الله الرحمن الرحيم بصوا يا بنات الموديل ده ب400 ده كله استرس بس طبعا كبس زي ما احنا شايفين ما بيطلعش في الغسيل تمام ده كده موديل هذا موديل من وشه تمام وهذا كمان بصوا ده بقى ده لغاية تحت شايفين طبعا الوان فيه ومثل ما قلت لك المقاسات ميديام متوفرة لتنين. تمام هلا في عندي الموديل الخطير بقى ايه بقى هذا للصباحية استقبال العرس مناسبة ده العرض تبعه 500 بصي ده فين اللي هو محطوط على المانيكان على المانيكان هي تمام. رسمي طيب بعد ما الناس تمشي نتصور بصوا بنات هوريه لكم على المانيكان كمان ده ب 500 ده الرسم الثاني بصي عليه برضو قطيفه حاجه حزام. ملكي قوي برضو وبالحزام اهو هي حزام ايوه خمسمية هو في منه ثلاث الوان يا عم محمد بصي بصي ايه ده ايه ده ستراس ده كله شغل كبس كبس صح يدوي هاند ميد اللهم صل على النبي بصوا بنات في حراري في حراري ده كبس وده يدوي وده يدوي اللهم صل على النبي تمام ده برضه ب 500 حلو قوي وفي الزيتي كمان بتاعه في الوان الوان موجوده هي رسمه تنتين ثلاثه يا حلاوته يا جمال حلو الستايل ده فعلا صباحيه اسبوع الحزام اهو عندي خمس موديلات هي واحد اثنين ثلاثة في الرابع ده الرابع ايوه شوف
اهو تحفه ده. بص يا سيدي على الجمال والشياكه. اللهم صل على النبي. ده مثل ما قلت لك المقاسات هاند ميد برضو ولا ايه؟ هاند ميد. حلوه قوي. بصي بصي الحزامه زي الفل. ولا الحزام والشياكه الوانه جميله. مقاساته من ميديوم ل 2 اكس. اللهم صل على النبي. ده الخامس الموديل. يلا الخامس. ده الخامس اللي هو على المانيكان. بصوا بقى ده. بصوا هو كله على اللبس راح يطلع كده زي الشياكة. زي الشياكة. اللهم صل. هو شياكة. هو شياكة. اللهم صل. ده 500 العربية. كده خلاص يا عم محمد. ده بإذن الله. بإذن الله. فهلا راح نفرجيهم بقى. أيوة الحاجات التانية. ماشي يا عم محمد.